يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، يجب على كل مسلم أن ينقذ نفسه وأهله من نار وقودها الناس والحجارة. أنقذ زوجتك، أنقذ أولادك وذويك من نار وقودها الناس والحجارة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. هل أحد منا يرضى أن يكون فردة كبده ابنا أو بنتا، أو تكون له زوجة أن تكون حطب لجهنم؟ كلا لا أحد يرضى. فكيف بأناس يمهدون لأولادهم أن يكونوا حطبا للنار بتركهم للفرائض وتضييعهم للصلوات والإيمان وإيقاعهم في الموبقات والمهلكات والتساهل في ذلك؟ لا يأمر أهله بالصلاة ولا بالمحافظة عليها، والله يقول: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فأنقذوا أنفسكم يا عباد الله، وأنقذوا أهليكم من نار الآخرة، وذلك بطاعة رب العباد بأداء الفرائض وترك الموبقات والمهلكات حتى تكونوا معهم في جنة عرضها السماوات والأرض. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، إنك أنت العزيز الحكيم. فإذا هممت يا عبد الله أن تنام عن صلاة الفجر، ذكرها زمهرير جهنم، ذكرها الغسلين والغساق والحميم والزقوم. إذا عققت والديك تذكر أن العاق ملعون، ملعون مطرود من رحمة الله، وأن قاطع الرحم ملعون، وأن آكل الربا ملعون. واحذر من الكذب واللعن والغيبة والنميمة وغير ذلك من الكبائر التي لا تخفى علينا. فإذا عرفنا الكبائر فلنجتنبها، ومن وقع منا في كبيرة فليعد إلى الله. من ما دامت الروح موجودة، ما دامت الروح موجودة والأنفس ملفوظة قبل أن يقول الإنسان عند الاحتضار وعند انتزاع الروح: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها، وإن ولهذا قال أحدهم: وإنما الأعمال بالخواتم، لا تحتقر شيئا من المآثم.